مشاهدينا مرحبا بكم مجددا إلى هذا الجزء من النافذة والذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية والإنسانية في سوريا. اكتمل خروج الدفعة الأولى من مهجري حي الوعر بمدينة حمص، وهو آخر الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة. تشمل الدفعة أكثر من 300 عائلة وتضم ما بين 1300 إلى 1500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال والمرضى والجرحى، بالإضافة إلى 150 من مقاتلي المعارضة. وحسب الاتفاقية فإن وجهة المهجرين ستكون إما إلى ريف حمص الشمالي أو إدلب أو مدينة طرابلس بريف حلب. طالعين مهجرين من بيوتنا بسبب القصف الروسي وقصف النظام على الحي، وهلا اول دفعه راح تطلع باتجاه جرابلس، هي من مدنيين وجرحى ومسلحين، وتم تهجيرنا على أعين كل الدول العربية والعالم كلياته، وكله بصمنا بالطلعة. هاي صرنا ست شهور من دون خبز ومن دون أكل ومن دون لا دواء ولا شيء، صرنا 40 مصابين، ما حب الدواء ما أعطونا. الله يا شيخ ما تحكي لأمي، لأنه ما في قلب يحكي، ما في قلب يحكي. عظيم، غصة ما بعد غصة، شو بدي أحكي؟ يعني شو هسه في شيء نخسر، وروحنا الرخيص قبل الغالي. وينضم إلينا من حمص عبر سكايب الناشط الإعلامي محمد السباعي. محمد، أهم ما لديك حول خروج الدفعة الأولى من مهجري حي الوعر بمدينة حمص ما هي؟ مساء الخير لك عزيزي، وتحية لجميع المشاهدين الكرام. في الحقيقة اليوم تم تهجير الدفعة الأولى من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص. طبعا الدفعة التي خرجت كان قوامها 1500 شخص بينهم، وأيضا 500 مقاتل من عناصر الجيش السوري الحر، عفوا، و500 مقاتل من عناصر الجيش السوري الحر الذين خرجوا بسلاحهم الخفيف إلى منطقة جرابلس بريف حلب. في الحقيقة عزيزي الكريم، المدنيين رافقتهم شرطة روسية ورافقتهم الهلال الأحمر السوري الذي كان متواجد ومشرف على عملية إجلاء الجرحى المتواجدين في حي الوعر. لم يكن هنالك وجود للأمم المتحدة في هذا الإجلاء، فقط كانت الشرطة الروسية هي التي تشرف على تهجير وترحيل المدنيين والمقاتلين من آخر معاقل الثوار في مدينة حمص. سيلحق بهذه الدفعات عدة دفعات أسبوعيا تكون على عدة مراحل. هذه الدفعة الأولى التي خرجت اليوم تعتبر آخر دفعة في هذا الأسبوع، سيلحق فيها دفعات متتالية خلال الأسبوع المقبل. ربما يتم خروج جميع المقاتلين من الجيش الحر والمدنيين من حي الوعر بمدة أقصاها 2.5 شهر على دفعات أسبوعية ومتتالية. الدفعات ستكون إلى 3 وجهات حسب رغبة خروج المدنيين والجيش الحر، إما إلى ريف حمص الشمالي أو إلى منطقة جرابلس بريف حلب، أو حتى إلى مدينة إدلب في الشمال السوري. أتت هذه الاتفاقية بعد
حصار دام لأكثر من 4 سنوات على حي الوعر الذي يعد هو خزان هائل بالمدنيين كونه ضم الكثير من أبناء حمص القديمة النازحون، وبعد أيضا تصعيد عسكري خطير من قبل قوات نظام والروس على حي الوعر أجبر المقاتلين والمدنيين إلى توقيع تلك الاتفاقية التي تقضي بخروجهم من آخر معقل الثوار في حمص. محمد السباعي الناشط الإعلامي كنت معي عبر سكايب من حمص، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، يعتبر ملف الأطفال في سوريا من أكثر الملفات التي تتناولها منظمات إنسانية وحقوقية، وفي الذكرى 6 للثورة السورية وثقت منظمة اليونيسف في تقرير لها وفاة ما يقرب من 650 طفل العام الماضي بزيادة نسبتها 20% عن العام 2015. ويقول جيرت كابيلري المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن ذلك لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من عدد الوفيات الحقيقية لصعوبة توثيق الأعداد في ظل الحرب القائمة هناك. وقد حذرت جهات محلية ودولية من مستقبل مظلم ينتظر الأطفال في ظل غياب الرعاية الصحية والغذاء وتسرب مئات الآلاف من المدارس. وقالت منظمة أنقذوا الأطفال إن الحرب في سوريا خلفت آثاراً عميقة لدى كثير من الأطفال، وزادت من خطر الانتحار وأمراض القلب والسكري والاكتئاب وتعاطي المخدرات على المدى الطويل. ولمناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أهلا بك معنا سيد فضل. شكرا على الاستضافة. نعم سيد فضل، قرأنا المعاناة أو جزء من المعاناة التي يتعرض لها أطفال سوريا منذ بداية الثورة السورية 6 سنوات، أنت كيف تراها وهل هناك ما هو أصعب مما قرأنا خلال هذا التقرير؟ تقرير اليونيسف الأخير هو مهم، وهو يشخص حالة الأطفال بشكل عام في سوريا. يعني هو يسلط الضوء، ما سجله من أعداد ضحايا هو ذكر 625، هذا الذي تمكن هو بالمعايير 652 تحديدا لا نحن يعني نقول عدد الأطفال الذين قتلوا تقريبا حوالي 3400 طفل دون سن ال 18، لكن معايير اليونيسف هاي اللي هن حسنوا انه وهن مش فريق توثيق اصلا اليونيسف. هم بالنهايه اليونيسف منظمه تعنى بتاهيل الطفل ورعايته وايضا اعاده دمجه في المجتمع، هو يسلط الضوء بشكل اساسي على الاطفال الذين قتلوا، على الاطفال المشردين. نحن لدينا داخل سوريا، هو تحدث عن قرابه 1.3 مليون طفل في داخل سوريا، وايضا تحدث عن الاطفال الذين خرجوا من العمليه التعليميه سواء داخل سوريا. مليون و300 الف مليون طفل مشرد في الداخل السوري. نعم هؤلاء الاطفال هم من جمله النازحين، لأننا في سوريا أعداد النازحين يعني مثلا اليوم شفنا الوعر الآن هذا تشريط قسري، هذا هذا نزوح ينزح معه أطفال، دارية المعظمية، المناطق التي نزحت والتي هجرت، أحياء حلب الشرقية كان فيها 300 ألف بيناتهم تقريبا حوالي 70 ألف طفل مثلا دون سن 18، هذا تشريد للأطفال يسمى تشريط قسري. وبالتالي من ضمن أعداد النازحين داخل سوريا تقريبا 6 مليون هناك هذا العدد من الأطفال، وأغلبهم هم خارج العملية التعليمية. ذكر تقرير Save the Children منظمة أنقذ الأطفال، الأطفال يخشون الذهاب للمدارس. أيضا هناك تقريبا عدد أكبر منهم أطفال هم يعني قرابة 2 مليون هم أطفال هؤلاء لاجئين أيضا. نعم. يعني نحن نتكلم عن قرابة 3.2 أو لحدود 3.5 مليون طفل هم خارج العملية التعليمية مشردون إما داخل سوريا أو خارج سوريا. التقرير اليونيسيف يتحدث عن انعكاسات خطيرة على الأطفال، انتحار، أمراض قلب، سكري، اكتئاب، تعاطي مخدرات، كيف ترى هذا؟ طبعا يعني نتيجة القصف بالبراميل، فقدان يعني الأصدقاء والزملاء في سوريا، أستاذ أحمد قتل حتى الآن تقريبا 24 ألف طفل، النظام قتل منهم 21 ألف، هو دائما متصدر بنسبة تقريبا 90% بقية الأطراف. وبالتالي هذا الفقدان للأطفال عندما يفقد طفل زميله أو يفقد أباه أو يفقد أمه هو لا يتخيل هذا الحجم، وبالتالي تزداد وطأة معاناته النفسية. أيضا هجران المدارس والعملية التعليمية، لا يوجد شيء يشتغل به الطفل، هو يعتاش بشكل يومي على حوادث القصف وحوادث التهجير وما يحصل في البلد المجاور أو ما يحصل في بيته وخارج بيته، هذا انعكس بشكل تدميري ساحق على بنيته بشكل كامل، وبالتالي هو أصبح لدينا جيل مشرد، وأصبح في بعض الأحيان حتى هذا المشرد هو معيل للأسرة.
لأنه هو أصبح الطفل مكان والده الذي قتل، وهو يعيل ربما أطفال أصغر منه ويعيل والدته، وبالتالي التجأ إلى العمل، وقسم منهم أيضا التجأ إلى الانضمام إلى الفصائل المسلحة. سيد فضل، يعني فيما يخص هذه النقطة الأخيرة التي تحدثت عنها، أن جزء من هؤلاء الأطفال ينضمون الآن إلى الفصائل المسلحة، ده جعلنا نسأل عن مستقبل هؤلاء. مستقبل كارثي لهؤلاء، مستقبل كارثي أيضا لقرابة 3000 طفل ما زالوا قيد الاحتجاز، هؤلاء لدى مختلف الأطراف بشكل أساسي النظام. يعني هو يعني عندما نقول دائما 90% من مجمل الأرقام في سوريا هو النظام مرتكبها، ونحن هنا لدينا يعني اليونيسف هي منظمة ليست حقوقية، وبالتالي هي توصف الحالة لكن لا تحدد لا تحدد من هو مرتكب أو لا تتعامل مع لا تصف تقول قتل وهجر وتستخدم المبني للمجهول، لكن منظمة أنقذ الطفولة تقول الحصار تسبب، القصف تسبب، وهذا الفارق. لكن اليونيسف هي منظمة حقوقية وتراعي تواجدها في دمشق، وبالتالي نحن نحمل المسؤولية الكارثية لمستقبل سوريا ولمستقبل الأطفال اللي هو حقيقة بدون أي أمل، إلى النظام بشكل أساسي وإلى حلفاء والميليشيات المتواجدة معه، وما ينتظرهم هو في الحقيقة مستقبل يعني غاية في السوداوية للأسف الشديد. وبعض الأطفال يعني ينضموا، والده ربما يعني يعمل في فصائل مسلحة، بعض الأطفال يتم تجنيدهم بشكل إجباري، يؤخذون قسرا، ولم يتطرق التقرير إلى ما تفعله المنظمات أيضا المتشددة التي تربي أطفال سوريين في الرقة وفي دير الزور في المدارس وتعلمهم هذا التعليم المتطرف، ربما تقطع رؤوس أمامهم. هذا الطفل هو سوف ينشأ في حالة من العدمية وفي حالة صحيح. من الرؤية الظلامية للمجتمع كله. يعني جهود المجتمع الدولي، المنظمات الإنسانية، أين هي من هذه الكارثة سيد فضلي؟ هذا سؤال كثير مهم أستاذ أحمد. أنا يعني لا أعلم، يعني أرصد الثورة السورية من 6 سنوات حتى الآن، لا أعلم يعني جهة تعمل في إعادة تأهيل الأطفال نتيجة ما تعرضوا له من أهوال، من كما ذكرنا فقدان الأم والأب والمدرسة. لا يوجد إعادة تأهيل وإعادة دمج في المجتمع إلا بنحو يعني يمكن 0.001 يعني بالمئة، يعني نسبة لا تكاد تذكر من حجم الكارثة التي ذكرناها. والأرقام نتكلم عن ملايين ولا نتكلم عن عشرات أو مئات، وبالتالي هناك غياب شبه كامل للمنظمات الدولية التي تعنى بهذا الجانب، ويتركز التي تعمل يعني في سوريا يتركز عملها على المناطق التي هي ليست أشد تضررا. يعني نحن نطلب من المنظمات أن دائما أن تعمل في المناطق التي هي أشد تضررا، التي هي تعرضت للقصف أكثر والتي هناك احتياجات للأطفال فيها أكثر، كالمناطق المحاصرة على سبيل المثال في الغوطة الشرقية وفي حمص الشمالي، والآن في محافظة إدلب التي استوعبت أحياء حلب، قسم كبير من أحياء حلب الشرقية صحيح. والتي تم تهجير إليها دارية. إذن محافظة إدلب هي بحاجة بشكل أكبر الآن، وهي خزان بشري للنازحين في سوريا، وبالتالي هنا تنصب الاحتياجات وليس المناطق التي تخضع ربما إلى سيطرة النظام. المستقبل القريب لا يوحي بأي تغيير حيال هذه الكارثة ضد أطفال سوريا؟ كارثة الأطفال أو أي كارثة، كارثة الأطفال أو اللاجئين أو المعتقلين هي جزء من الكارثة السورية ككل صحيح. من الصعوبة إحراز تقدم في جزء بدون إحراز تقدم كلي، لكن هناك بالحقيقة يعني عدد من النقاط بالإمكان المساهمة فيها. يعني نريد على سبيل المثال فرضا، نحن دائما نطرح أن دولة معينة ترعى هذا الجانب، تقول قضية الأطفال عندي وتحتضنها مثلا، تقدم لهم الرعاية، تقدم لهم الدعم، تقدم لهم إعادة تأهيل، تفتح لهم مدارس. يعني في سوريا 4000 مدرسة تم استهدافها، كمان دائما منقول انه الاغلب تم قصفه من قبل طيران النظام وحليفه الروسي، وبالتالي لهذا الاطفال خافوا يذهبوا الى مدارس، لهذا هذه المدارس بحاجه الى ترميم، بحاجه الى اعاده تاهيل. هذه امور جزئيه باليد فعلها. نعم، اشكرك شكرا جزيلا السيد فضل عبد الغني مدير الشبكه السوريه لحقوق الانسان. شكرا جزيلا سيد فضل. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من هذه النافذة. فاصل ويأتيكم زميلي مصطفى عاشور ببقية فقرات النافذة، وفيها نتابع: أصدى استقالة ريما خلف من منصبها بالأمم المتحدة على خلفية سحب تقرير يرصد عنصرية إسرائيل.